طبعا هذا المقطع التصويري يعني اللي طلب من عندي عنوان الدكتور أو عيادته أو بعض التفاصيل. نسبة لكثرة الأسئلة قلت أصور هذا المقطع، واسم الدكتور هو محسن بيروز هاشمي، طبعا في طهران في إيران. أنا اسم الدكتور وعنوانه هذا هنا، دكتور محسن هاشمي، وهذا هو العنوان، جاندي جنوبي، وهذا رقم التليفون وكل شيء. طبعا لزراعة الشعر أو المنطقة اللي أخذت من عندي هي من الضفن طبعا. أي إذا حد يعني البنج الخلفي من الرأس، طبعا المعتاد هو يأخذون من خلف الرأس، إذا هذه المنطقة تكون قليلة يعني شاف الذقن قال لي أنت ذقن خشن أو اللحية هي كثيفة، فنستطيع نأخذ من عندها، ووافقت يعني وعملت هذه العملية، وهذا هو عنوان الدكتور. طبعا هذه المنطقة اللي أخذت من عندها تقريبا أكثر من 3000 شعرة، طبعا هي خشنة وقوية. وهذه هي المنطقة اللي زرعت فيها، طبعا ما عملت فقط المقدمة والوسط، باقي شيء خفيف من الخلف، أحب يعني أكمل الزراعة. طبعا أنا ما أعمل دعاية للدكتور أو شيء، لكن فقط الأصدقاء اللي طلبوا من عندي كيف العملية وكيف الأخذ من الذقن وعنوان الدكتور وبعض الأسئلة، وأتمنى أن جاوبتكم على الشيء اللي تريدوه.